السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. هنعمل النهاردة بسكوت سهل جدا من غير مكنة البسكوت ولا حتى القمع او الكيس الحلواني. هنعمله بطريقة سهلة وشكلها حلو كده وجديدة، وان شاء الله تعجبكم لان المكونات اقتصادية جدا وعلى قد الايد. يلا على طول نسمي الله. اول حاجة بقى نسمي الله كده. معايا البولة بتاعتي، حط فيها كوباية الا ربع من السكر الحبيبات او بودرة طبعا اللي انت عاوزاه، واضيف عليها على طول كوباية الا ربع من الزيت. كل المكونات على بعض كده. ومعايا كمان بيضة واحدة، واحط كمان معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب وكل المكونات تدخل في بعض. خلاص كده السكر داب كويس جدا، ده بقى شكلها اهو. هضيف كوباية ونص من الدقيق المنخول، دي اول كوباية كده. هحط كمان معلقة من البيكنج باودر وذرة ملح كده، هقلبهم كده كويس مع بعض. وجنبي النص كوباية دقيق، هحط منها شوية شوية لحد ما العجينة عندي تتكون بتاعة البسكوت. خلاص كده العجينة لمت معايا اهي، بتلزق شوية لكن طرية خالص زي ما انتي شايفة. انا استخدمت نص كوباية الدقيق كلها وحطيت كمان ربع كوباية، يعني الدقيق المستخدم كوبايتين الا ربع. ولعنا الفرن وهسيبها 5 دقايق كده ترتاح، وبعد كده نيجي نشكلها على طول مع بعض. هشكل بقى العجينة بتاعتي على شكل كرات صغيرة كده بحجم البندقية، وارصهم في الصينية بتاعتي مش مدهونة اي حاجة، ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، اهي بحجم البندقة كده. وانتي حطاهم في الصينية بتسيبي مسافة بين الواحدة والتانية عشان البيكنج باودر هيخليها تنفش شوية. وطبعا ولعنا الفرن عشان يسخن قوي. خلاص كده انا عملتهم في الصينية وسبت مسافة بين الواحدة والتانية زي ما قلتلك. وعندي هنا عصارة البرتقال بقى، دي هبتدي اضغط كده بس بالراحة عليها. كده بصي، هوريكي واحدة عن قرب، ده بيبقى شكلها. طبعا الحجم انتي اللي بتتحكمي فيه، ممكن تعمليها على جنب كده برضو بتدي منظر حلو. او من النص،
مش محتاجة أم ولا مكنة بوتيفور ولا مكنة بسكوت ولا حاجة. سهل وبسيط جدا وسريع، ومكونات موجودة في المطبخ عندك. خلاص كده انا خلصت اول صينية، هروح اخبزها ولما تطلع اي حاجة اوريكي شكلها. مدة الخبز 15 دقيقة رف اوسط. وده شكل البسكوت بقى بعد ما استوى، قعد في الفرن 15 دقيقة وده بقى شكله. خلي بالك عشان ما يتحرقش منك لانه ما بياخدش سوا خالص. طبعا انت ممكن تاكليه كده وممكن تزينيه زي ما انا هعمل. هزين بقى البسكوت بتاعي بالشوكولاتة. عندي كمان قطع من الشوكولاتة دي، طبعا كل التزيين بيكون اختياري. وخلاص كده ده البسكوت بتاعي كده بعد ما زينته، ده شكله. ده شكله بقى بعد ما زينته، شوفي عامل ازاي. وده ظهره ومقرمش بقى، مش قادرة اقولك طعمه مقرمش وتحفة. شوفي شكله عامل ازاي ومقرمش، وعمل كمية كبيرة جدا واقتصادي ببيضة واحدة بس من غير سمنة ولا زبدة، يعني حاجة كده تحفة. ان شاء الله تجربيه ويعجبك. وما تنسيش بقى لو اول مرة بتشوفي القناة تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك. وبالهنا والشفا.